معانا بروفيسور عادل حسيني، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه كليه طب طنطا، ونائب رئيس الجمعيه المصريه لجراحه الاوعيه الدمويه، ودكتوراه في جراحه الاوعيه الدمويه من المانيا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. ايه راي حضرتك في المؤتمر السنه دي؟ والله انا مبسوط جدا باللي بيحصل ده. زمان كنا بنشوف امراض الاورطه دي ونقول عليها قليله في مصر، ما كناش بنهتم بيها قوي، لكن انا شايف الدكتور محمد حسني والفريق اللي معاه عاملين نقله كويسه، فانا سعيد لعده اسباب. ان احنا بنبتدي نعلم الجيل الصغير قد ايه المرض ده مهم وازاي نعالجه على احدث الطرق. مش احنا بس اللي بنتكلم، لكن الدكتور محمد عامل مجهود عالمي، يمكن انا شفته في لندن وهو بيدعي الناس وقد ايه بيدور عليهم. فاحنا عندنا ناس من كل الجنسيات، وفي البروجرام ناس كتير انا اعرفها من العالم، احسن ناس بتشتغل في الاورطة بجنسات مختلفة. ويمكن هو حب يلم المصريين اللي على مستوى عالمي كمان علشان يحضروا ويقدموا، فهو كده قدر يحقق كل الاهداف اللي احنا بنتمناها في اي مؤتمر. اوكي، ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في مؤتمر ايماك؟ احنا اتكلمنا على حاجات نحاول ان احنا نقدمها، لكن احنا قلنا احنا هنبتدي بالمشاركه الايجابيه، ان الجيل الصغير يقدم الكيس ريبورتس بتاعته واحنا نقدر ندي الكومنت بتاعنا، فده بيكون احسن، لان هو الكيس ريبورت او اللايف ترانسميشن بيحتاج دايما سيستم، والسيستم ده لازم يكون مقفول والحاله ايه و لكن هو اللي يهمنا ايه اللي ورا الحاله دي بتتعمل ليه، وايه المضاعفات اللي ممكن تحصل، وايه احسن علاج ممكن ياخده العيان، وايه البدائل الاخرى، فده اللي بيعلمنا. تمام، ايه راي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدوليه اللي موجوده في المؤتمر السنه دي، ومن وجهه نظر حضرتك شايف ده ازاي هيفيد المؤتمر؟ بصي، هو الواحد يركب طياره ويروح اخر الدنيا ويقعد يمين علشان يقول توك لمدة 10 دقايق، وبعدين يقعد يراجع نفسه، هل 10 دقايق دول المجهود يستاهل المجهود ده؟ لكن أنا بقول 10 دقايق، ولو في عندي 60 مشارك، يعني احنا عندنا 600 دقيقة، يعني 10 ساعات، أنا بقول جزء منه وبتعلم من الباقي. فأنا شايف إن المشاركة الدولية بيننا وبينهم دي حاجة مطلوبة وكويسة، وخصوصا إن احنا لينا وجهات نظر وهم ليهم وجهات نظر، فالتكامل في العلم حاجة كويسة. واحنا دايما نقول اللي بيشوف واحد تاني بيشوف معايا، انا 4 عيون احسن من عينين بس. اكيد، ميرسي جدا حضرتك يا دكتور، وتشرفنا بلقائك النهارده. انا يا بنتي، انا يا